أقول لكم بصدق، هذه الأرقام أتكلم على قطاع السكن. اليوم الجزائر يعني في نهاية هذه السنة، في نهاية هذه السنة 2024، في خلال عهدة رئاسية أكثر من 1,250,000 وحدة سكنية أنجزت وسلمت. يعني هذا رقم كبير جدا، هذا رقم على ما أظن ينجز في 10 أو 20 سنة في بعض الدول، ومش بالمستوى هذا اللي نشوفه فيه. يجب أن نمعن النظر جيدا. الأكيد لما نتكلم على مناطق الظل، فمنذ الاستقلال إلى يومنا هذا نحن نعلم أن القاعدة الخلفية للمجتمع الجزائري هي الأرياف، هي المناطق هذه المحرومة بالرغم من الحرمان، ولكن كانت دائما هبتها لصالح الجزائر، وخاصة في السنين العجاف لما نتكلم عن المرحلة الأمنية القاسية، يعني نتكلم عن مرحلة الإرهاب، فسكان هذه المناطق هم الذين عانوا بصدق، وكذلك كان لهم دور في إتباب السلم والأمن الوطني. بالمناسبة هذا الاستقرار وهذا الأمن وهذا الطمأنينة، هذا الاستقرار وهذا الأمن وهذا الطمأنينة على ما أظن يجعلنا نلاحظ جيدا ونقدر عاليا الجهود. تحية احترام وتقدير لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي وكل أفراد الأمنية أو المؤسسات الأمنية، سليلة جيش التحرير الوطني التي اليوم تضرب بمنجزاتها وبصنيعها وفاء لتضحية الشهداء وباحترافيتها وبإنجازاتها، أصبحت رقما على مستوى المحيط الإقليمي والقاري والدولي يحسب له ألف. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.